تنساش تشترك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أجل مجلس الأمن الدولي بشكل مفاجئ جلسته المخصصة للتصويت والمصادقة على القرار الجديد بخصوص ملف الصحراء وبعثة المينورسو، واللي كان مقرر انعقادها مساء اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024. ولم يتضمن الجدول اليومي لمجلس الأمن الدولي جلسته حول الصحراء، حيث اكتفى المجلس بجدول أعمال كيتضمن 5 نقاط تتعلق بالصومال وكوسوفو وأوكرانيا وكولومبيا، بالإضافة إلى استئناف مناقشاته حول الوضع في الشرق الأوسط. هذا ومن المتوقع أن تنعقد جلسة مجلس الأمن الدولي حول الصحراء يوم غد الخميس 31 أكتوبر، واللي هو آخر أجل من أجل تمديد بعثة المينورسو في الأقاليم الجنوبية المملكة. الجلسة كيف قلنا مقررة غدا، على الرغم من خلو جدول الأعمال من أي إشارة حول الجلسة إلى حدود اللحظة، بيد أن حتمية انعقادها كتنبثق من ضرورة عقدها والمصادقة على القرار الجديد للمجلس قبل نهاية الولاية الانتدابية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء المينورسو، واللي كيوافق كيف قلت تاريخها 31 أكتوبر 2024، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 اللي كان تصوت عليه العام اللي فات. يشار إلى أن جدول أعمال مجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر 2024 تحت الرئاسة السويسرية تم تغييره وإعادة جدول جلساته نحو 10 مرات، آخرها يوم أمس الثلاثاء الموافق لتاريخ 29 أكتوبر، والتي كان من ضمنها جلسة المجلس حول نزاع الصحراء. ويرجع السبب إلى عدم انعقاد الجلسة بالأمس أي الثلاثاء 29 أكتوبر، اللي كانت تحتهي مدرجة كيف قلنا على الساعة 4 عصرا بتوقيت نيويورك، بعدما طلبت الجزائر العضو الغير الدائم في المجلس تنظيم جولة مشاورات جديدة حول مسودة مشروع القرار الخاص بهذا النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية. وحاولت الجزائر اللي دعات إلى مزيد من المشاورات، حاولت على أن تقنع باقي الأعضاء بمقترحاتها اللي كترمي إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة المينورسو في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وعلى حسب ما نشرت عدة مواقع منها موقع يا بلادي نقلا عن المصادر، فإن الجزائر تراجعت عنه مثلما تراجعت عن مقترح يقضي بسحب الفقرة اللي كيدعي فيها مشروع القرار إلى مواصلة جولات الموائد المستديرة اللي كتنظمها الأمم المتحدة، تضم إلى جانب المغرب والبوليزاريو كل من الجزائر وموريتانيا باعتبارهما معنيين بالنزاع. ونقل موقع يا بلادي على أن المقترحات الجزائرية واجهت رفضا من جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية اللي كتعتبر حاملة القلم للقرار في هذا الملف، وكتولى بناء على ذلك صياغة المسودة الأولية. كما أيضا واجهت الرفض من فرنسا اللي أعلن رئيسها كيف كتعرفوا إيمانويل ماكرون تزامنا مع عهد استعدادات مجلس الأمن الدولي باش يدير هذا القرار اعتراف بلاده الرسمي بمغربية الصحراء، واللي كان أكدها في خطابه لألقاه من قلب البرلمان المغربي. يعني بالخلاصة، فالمشروع الجديد اللي غالبا غيتصوت عليه غدا حسب مصادر دبلوماسية ما كيتضمنش أي تغيير نوعي أو جذري مقارنة بالقرارات السابقة، رغم تمتع الجزائر حاليا بمقعد عضو غير دائم داخل المجلس، لأنها لم قدرت تقنع كل من الولايات المتحدة الأمريكية حاملة القلم وفرنسا اللي كيف قلت أعلنت دعمها الواضح والصريح لمغربية الصحراء. هذا وكان الرئيس الفرنسي اليوم الأربعاء عاد تأكيده على الاعتراف بمغربية الصحراء. الرئيس الفرنسي اللي غادر اليوم أيضا المملكة بعد زيارة دولة لـ3 أيام، وعد بأن بلاده غتنشط دبلوماسيا في الأمم المتحدة وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي لدعم مقترح الحكم الذاتي اللي كيطرحه المغرب حلا وحيدا للنزاع حول الصحراء.
قال ماكرون في خطابه أمام الجالية الفرنسية المقيمة في المغرب في هذا اليوم الأخير للزيارة دياله، غادي نشطو دبلوماسيا داخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة باش نقنعو بأن الحل المغربي هو الحل الوحيد. وأضاف ماكرون: سوف نعمل أيضا في المنطقة مع الاتحاد الإفريقي لاقتناعنا بأن هذا الحل، أي الحكم الذاتي، هو الحل اللي غادي يتيح تحقيق مزيد من الأمن والسلام في الصحراء وأيضا في الساحل وبكل تأكيد في كامل المنطقة. وجدد أيضا تأكيد على التزام بلادي بالعمل لمواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء، مشيدا بالجهود اللي بدلها المغرب في هذا الصدد. وتابع: الوكالة الفرنسية للتنمية وشركاتنا سوف تواصل العمل في إطار قانوني مضمون. من جانب آخر، وكيف كان متوقع، الجبهة ديال البوليزاريو الانفصالية المدعومة من الجزائر نددات بالموقف الفرنسي اللي عبر عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه البارح أمام البرلمان. وقالت البوليزاريو في بيان لها أن هذا الموقف يقصي فرنسا باعتبارها عضو في مجلس الأمن من مساعي الأمم المتحدة الرامية إلى حل النزاع حول الصحراء. وفي الوقت اللي خرجت فيه البوليزاريو بيان كيندد بالموقف الفرنسي، اختارت الأم ديالها الجزائر على غير العادة ديالها الركون إلى الصمت، حيث لم يصدر إلى حد الساعة أي بيان عن الخارجية ديالها للتعليق على هذا الموقف التاريخي والواضح اللي أكدوا الرئيس الفرنسي بدعم السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، واللي جسدته هذا القرار اللي جسدوه في الأخر هو إصدار قرار باستبدال جميع الخرائط في الإدارات والبعثات الدبلوماسية الفرنسية بخريطة المغرب كاملة واللي كتضمن أقاليمه الجنوبية، وإعلان قرب افتتاحها لتمثيل دبلوماسي في الصحراء المغربية. وغالبا حتى غيرجع الرئيس الفرنسي لبلاده عادة غادي تنوض الجزائر باش بدأت تنتقد هذا القرار، وخا هي قبل ما يصيفط إيمانويل ماكرون برسالته إلى الملك محمد السادس في عيد العرش اللي فات، كانت الخارجية الجزائرية خرجات ببيان لأنها تعلمات بالقرار اللي كان خداه ونددت به بالخطوة اللي قام فيها اللي غيقوم بها الرئيس الفرنسي، وسحبت السفير للمرة مع تشحال المرة 2000 ولا المرة 3000، كل مرة في ميت كاعة وكيسحبوا السفير وفي الاخر كيرجع السفير وكترجع العلاقات. هذا ما كان مهم. كيف قلنا مشروع قرار مجلس الامن غادي تأجل من اليوم الى غدا، هذه هي اخر تطورات. نساش تشترك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك.